أقامت عشيرة الهباهبة من لواء الشوبك الجمعة في العاصمة عمان حفلا لتكريم أبنائها الخريجين والمتفوقين لهذا العام بكافة المراحل الدراسية والأكاديمية. نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكر لكم حضوركم في هذا اليوم الطيب المبارك، وخاصة من جاء منكم من محافظات خارج محافظة العاصمة، ونبارك للناجحين والخريجين ولذويهم. ولا ننسى هنا أبناءنا الذين لم يحالفهم الحظ، فهم جزء غال وعزيز علينا، نتمنى أن نراهم العام القادم في حفل تكريم آخر. ولا ننسى أنهم قد يعملون في مجالات نحتاج إليها جميعا دون استثناء. أخواتي وأخواني، شاباتنا وشبابنا، كنا نتمنى لو حضر الجميع دون استثناء، ولكن ربما حالت بعض الظروف بينهم وبين الحضور. ونود أن نبين أن حفل التكريم هذا وما سبقه وما سيأتي إن شاء الله لا غاية من ورائه إلا زيادة أواصر القربى والمحبة والتعارف بين أبناء العشيرة. هذه الهمم التي متى خطبت تعثرت خلفها الأشعار والخطب، ينتابني شعور الفخر والاعتزاز أن أقف بين أبناء عشيرة الهباهبة وأشارك الخريجين في تخرجهم. ألف مبارك إلى كافة الخريجين. وفي أثناء تجوالي في الدول العربية كنت دائما أقول باسم الهباهبة بكل فخر واعتزاز، وأنني بكل فخر نقلت رسالة المرأة الشوبكية في كل الدول ومعاناة المرأة الأردنية بشكل عام. لذلك أتوجه بعظيم شكري وامتناني إلى عشيرة الهباهبة وكافة الهيئة الإدارية القائمين من الرابطة على هذا التكريم سنويا، لأن هذا التكريم أصبح دافعا نفسيا لدى الطلبة بأن يجتهدوا ويتقدموا إلى الأمام أكثر فأكثر. كما شكر الخريجون من كافة المراحل الدراسية هذه اللفتة الكريمة من العشيرة التي تقام كل عام. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا بشكر رائع الحفل ورابط الهباهبة وعشيرة الهباهبة بكافة، وبشكر الوالد والوالدة على حسن الوقوف والمعاناة اللي وقفوها معي بمرحلة الثانوية العامة، وألف ألف مبارك للناجحين والخريجين والله يعطيكم العافية. طبعا هاي لفتة مميزة من عشيرتنا اللي كل سنة بتعملنا نفس الفكرة، وبحب أحييها. طبعا يعني اليوم كرموني بسبب حصولي على المركز الأول في الفرع الأدبي محافظة معان، وبحب أشكر أبناء العشيرة على كل إشي بيسووا كل سنة. أتوجه بالشكر من أعماق قلبي لأمي وأبي ولرابطة عشيرة الهباهبة لهذا التكريم الجميل جدا، وأتوجه بهذه المقولة صغيرة جدا لمن يقوم بالسماع لي: بعدما يصل الإنسان إلى مرحلة من النجاح والتقدم يتطلع ليرى من بجانبه، فأرى أمي وأبي، أشكرهم جدا جدا من أعماق قلبي. السلام عليكم. الطالبة الأولى على جميع فروع العلمية في الشوبك والأولى على جميع الفروع العلمية في معان، الطالبة ريهام أيمن جبرين الهباهبة بمعدل 97.2. الله يحفظك. روان زياد حسين عيد الهباهبة. روز محمد جدوع الهباهبة. سارة أحمد جدوع الهباهبة. سارة خالد عود الهباهبة. وفي نهاية الاحتفال تم تكريم الخريجين بتسليمهم الدروع التذكارية والشهادات التقديرية. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.